الصعيد التاني كهربا بقى، انا عايز اسال عن كهربا طالما فتحنا فكره هنا اللعيبه. كهربا مش بيلعب في الوينج ليفت، هو بيلعب فيروت صريح خلينا نقول، فشايف اداؤه كفيروت صريح ازاي؟ لا كهربا يأديها يعني، كهربا يأديها بس مش بنفس المكان اللي بيلعب فيه، يعني مش بنفس المكان اللي بيلعب فيه. يعني كهربا طول ما هو بيلعب تحت يبقى بيلعب 10 مثلا او على طرف من الطرفين، هو الافضل ان هو يلعب طرف شمال، ده مكان كهربا حقيقي. لكن لو حتى لو هيلعب فيروت هو هيأديها بس مش بنفس الصوره اللي حتى الجماهير مستنياها منه. لكن لما هيلعب طرف شمال هيبقى احسن بكتير، لكن برضو الراجل عايز يستفاد منه في مكان تاني، لان اجايف احسن حالاته لما بيلعب حسين الشحات، حتى لما حسين لما احرز هدف احرزه من الناحيه الشمال. فهنا التوظيف ده بيرجع للمدير الفني. لكن كهربا لعيب كبير، لكن انا بشوف ان كهربا محطوط تحت ضغوط كبيره جدا، وده يمكن ده بيبقى سبب ان هو بيضيع فرص. محطوط ان هو عايز يكسب الفريق، عايز ينزل يعمل فارق مع الفرقه. لكن انا واثق في كهربا ان هو اكيد مفتاح مهم للفريق، وان هو ان شاء الله هيكون مكسب من مكاسب الفاينل ان شاء الله.